حياة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إنه المصير المحتوم، إنه من لا يستأذن على الملوك ولا ينتظر شيئا إلا أمر الله جل وعز. نعم، إنه من قسم الله به رقاب القياصرة وكسر به ظهور الأكاسرة. إنه الحقيقة الكاسحة، إنه الحقيقة الكاسحة، إنه الحقيقة الكاسحة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. السلام عليكم ورحمة الله. محمد صلى الله عليه وسلم. كنا أذلاء قبل الإسلام فأعزنا الله بمتابعته، وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله جل جلاله منها بدعوته، وكنا نهيم في الظلمات فأخرجنا إلى النور بآيات ربه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. أشهد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قضى فيها كل شيء، فلما قبض عليه صلوات الله وسلامه أظلم فيها كل شيء، فالله ما نفضنا أيدينا عن ترابه إلا أنكرنا أنفسنا. طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار.
فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع إنك ميت وإنهم ميتون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أعظم مصيبة حلت بالمسلمين موت محمد صلى الله عليه وسلم المصيبة العظمى وكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة وبموته انقطعت النبوات وبموته ظهر الفساد بارتداد العرب عن الدين فهو أول انقطاع عرى الدين أو نقصانه وفيه غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد أو تحل بأمة الإسلام جمعا وها هو صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه وبذلك تهون علينا المصائب والخطوب فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب أسفي على فقد الرسول طويل أسف مدى الأيام ليس يزول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع جعل يتغشاه الكرب عليه صلوات الله وسلامه وفداه آباؤنا وأمهاتنا فقالت فاطمة رضي الله عنها يا كرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليس على أبيك كرب بعد اليوم عليه صلوات الله وسلامه فلما قبض قالت يا أبتاه أجاب ربا دعا يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل منعاه يا إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قل ناجي ردت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ولا يقول أحدكم إن الله لم يكتب لي الهداية والتوبة فإن قال ذلك فإننا نقول له إنك لو طلبتها لوجدتها يقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم أم تنتظر أن تقدم لك الهداية على طبق من ذهب وإن كان من شيء أحذرك منه فإني أحذرك سوف لا تقل سوف أتوب فإنك لا تدري متى تموت يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فإن كنت تريد الجنة فاحرص على مصاحبة من إذا رأيتهم ذكرت الله وإذا حدثوك حدثوك بكل خير وكن على حذر من أصحاب السوء